بسم الله. ربنا جعل دعاة السلام ومحبه وجئان يا رحمن يا هادي. إنما وذلك قلنا إنما دعوتكم إلى دراستي حسب الأطر اللي جاءت فيها في القرآن العظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. باش ما تفتنش فكر في الأجر العظيم اللي هيأولك ربنا الكريم. صدير à lui appartient toutes les récompenses magnifiques. نعاود إنما إنما أو أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الأجر اللي عند ربي مش كيف أجر آخر، قدر أي أجر وبإذن الله يسلك أجر رئيس المصلحة اللي تخدم فيها، أجر ما نعرفش كل معروف عملته من تلقى عند بعض الناس اللي يفهموا كان ذلك المعروف أن يعجروك بكلمة طيبة، يذكروك غيابك بما هكا يشرح صدرك وهذا المجر. والله عنده أجر عظيم. نعود إن شاء الله الكريم العظيم.